أخيرا مونديال مع محمد عبد الوهاب هوبا على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. المجموعة الثانية، المغرب. المنتخب المغربي بيلعب في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، أول المشاركات كانت سنة 70، أما أفضل نتيجة حققها في المونديال هو الصعود لدور ال 16 سنة 86. المغرب اتأهل للمونديال بعد ما احتلت المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة على حساب المنتخب الإيفواري اللي بيعتبر واحد من أقوى منتخبات القارة السمراء، عشان ترجع المغرب للمونديال بعد غياب 20 سنة من مونديال 98 في فرنسا. المنتخب المغربي هيلعب مباراته الأولى في المونديال يوم 15 يونيو، وهيقابل منتخب إيران في المجموعة اللي موجود فيها كمان المنتخب الأسباني والبرتغالي. بيقود الفريق المدرب الفرنسي إيرفي رينار من فبراير 2016، وما حققش معاهم إنجاز كبير لحد دلوقتي إلا الصعود لكأس العالم بعد ما كان ودع كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت في الجابون على إيد منتخب مصر في دور الثمانية. رينار بيعتمد على طريقة لعب 4-3-3 أو 3-5-2 على حسب الفريق المنافس، وبيعتمد على انطلاقات طرفين الملعب اللي هم نبيل درار وحمزة منديل وأشرف حكيمي ظهير ريال مدريد، واستغلال سرعتهم ودقة عرضياتهم، بالإضافة إلى مهارة جناحين الفريق نور الدين مرابط وحكيم زياش. بيعتمد المنتخب المغربي على خبرة نجمه مهدي بن عطية مدافع نادي اليوفنتوس الإيطالي وقدرته على قيادة الفريق، بالإضافة إلى جيل مؤهل لتحقيق إنجاز 86 على الأقل، لكن الحظ بيعاندهم بسبب المجموعة القوية اللي وقعوا فيها. أكبر هزيمة للمنتخب المغربي في تاريخه كانت 6-0 قدام المجر سنة 64، وأكبر فوز ليهم كان قدام منتخب بلغاريا 13-1 سنة 61. أما أعلى مركز ليهم في تصنيف فيفا كان العاشر سنة 98، وبيحتلوا دلوقتي المركز 42. 20 كاس عالم و8 أبطال فازوا بيه، يا ترى مين اللي هيفوز بالنسخة 21 واللي بتشارك فيها مصر بعد 28 سنة غياب؟ اسمعونا بكرة عشان نتكلم عن باقي منتخبات مونديال روسيا 2018 طول شهر رمضان على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. وأخيرا مونديال.